مساكم الله بالخير، ردينا لكم اليوم عندنا سويلفة جديدة وعندنا طبخات بعد جديدة على قديمة مركبة. تشوفون قدامي هذه الرحة، طبعا وايد ناس يعرفون الرحة لكن ما أعتقد يمكن 90% من الموجودين ما قطع حد استخدم الرحة. هذه كانت هي الفود بروسيسر مالتنا قبل بالكويت بالخليج كله بالعالم كله عشان يطحنون الحب، الحب اللي هو حب الهريس، هذا حب الحنطة، شوفوا هذا اللي نزلين منها، هذا حب الحنطة كان ينطحن، سووا منه الخبز وتسووا منه إذا مكسر يسووا منه اليريش، وإذا نعيم كلش يسووا منه حق الطحين حق العصيد والخبيص. الدنيا كلها العالم كله عايش على الحب على الحنطة. الحين قلت أنا بيرب أبطحن فيه الحب. وشيء ثاني في وجبتنا اليوم اللي بنسويها، هذه كلها هوم ريسبي على قولتهم فاميلي ريسبي، الطبخة مالت العيش طبخة يديدة ما شاء الله يرحمها أمي قماشة قماشة العسكر اللي كانت تسوي الخواصر تحشيهم وتحطهم في قاعة الجدر، طبخة المحلبية ما أخذها من خالتي السوم الله يطول لي عمرها، على العيش العنبر اللي كان يجيبونه نقصة قبل يجيبونه من العراق يسمونه عنبر لأن ريحته خنينة، والطبخة الثالثة أمي الله يرحمها ويغفر لها ويغفر حق موتاكم أجمعين تسوي لي شوربة العيش اللي رديت من التعب بالليل عقب السهر واللوية مسويت ما تبني أكل شيء ثقيل، شوربة عيش أسهل ما يكون ومن ألذ الشوربات اللي ذقتها بحياتي، ما فيها شيء غير العيش يغسلونه ويشرونه ويطحنونه. عاد قبل على يوم وجدت أنا هذه الرحة موقفينها صارت المطاحين، بس الأول تنطحن بالرحة، أول بوريكم شلون طحان الحب. تعالي راني، تعالي هالصوب يمي، قضبي بس الرحة من تحت، امسكي من تحت، شوف كلها كذي، وهذا الحب يحطونه هني داخل، يعني هني كأنك قاعد تمير الآلة هالشكل ويطلع داير مدايرها، شوف سمعتوا الصوت تغير لأن الحين تيرشه، هذه طحنا بسرعة هذه تيرش الحب عشان ينزل لنا مكسر اللي نسوي منه اليريش. تالي نكفكفه من هني ونشيله ياخذونه حق اليريش. اما بالنسبه حق العيش يصير انعم لان هذا منقع ومقسول فيصير نعيم، شو نقدر نشيله هذه، شوف شريها، شوف شلون تكسر بس كتي لها تحت تحت تحت، ايوه 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 ايوه, أيوة. مره واحده شيلي مره واحده، هذا مره واحده شيلي كتي تحت، ايوه بس قوه الله حطيها ولا اشوف هذه، هذا القلب مال الرحه وهذه يدينها، من غير القلب ما تستوي، لازم كل شيء يبي له قلب حتى الرحه تبي لها قلب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ركب الحين، شوف قضبيها الحين فاضيه، وهذا العيش عشان نسوي العيش حق محلبيه العيش حق العيش الشوربه يطحنون فيها الشكل، هذا كله قبل رمضان. طبعا الحين انا ادري تسالون سليمة ليش ما استخدمت هذه، تبي لها زنود اداد لهم قبل شلون يفرون الرحى، شوف انا مساء يودوها الريايل ما شاء الله وقلت ابى افرها فره كذي، يا الله تي وياي ها اداد لهم هذه المولينكس القديمه. الحين برد لكم حق اكلنا اليوم، اكلنا ثلاث انواع بنسوي وكلها هوم ريسبي، محلبية العيش على العيش العنبر، بنسوي محشي الخواصر بنحطهم في قاعة الجدر، ناخذ الخاصرة مع الظهر ونطوي قدامكم ونخيطة ونحشي نحطها في قاعة، وياخذ تقريبا ثلاث ساعات طبخ على الراحة. والطبخة الثالثة اللي هي شوربة العيش اللي هو العيش اللي غسلناه وسويناه. والحين ها نكمل الحين، بس خلنا نشيل هذه عنكم دودهتكم. حبايبي
الحين بوريكم الطبخة اللي تسويها يدتي هذه بالوصف ومصفتها لي هي ما تسولف علي كانت مرة كبيرة كلش فتقول لي احنا ناخذ الظهر والخواصر هذه الخواصر اللي عاد احنا نقصهم نقطهم باليريش نقطهم بالهريسة قالت لا انا اخذهم كذي مع الظهر شوف الظهر هذا الظهر كهوة الحمى السنعة كلها فيهني وهذا نخيطه كذي هالشكل ونخيطه من الصوب وتالي نحشيه الحشو كله بنا نعرف الحشو الكويتي مالنا اللي هو البصل المكرمل وياه الكشمش وياه النخي وياه بهار الحشو اللي هو الدارسين والهيل وحبيبة الابزار اللي هو الفلفل الأسود والكمون عندنا احنا خلطة الحشو حاطين عليه منه وحين بنبهر الحمتنا بنفس الشيء طبعا. هذا الحين تعالي يبا فركيه كله برا وداخل قاموا الحمام يتخانقون ايش فيهم شوف حطينا لهم اللي صار مشاتل على العيش يلا هذا فركيبه كله قبل لا تخيطينه ها وهذه الملح لانه مو مملوح لازم نخلي مملوح ملحته ويا بطنه وظهره يبا كله ها فركي عدل يلا كذي ها وتالي خيطه من يبي يخيط انتي ولا هي يلا راني تعال يلا يبا انت فركيها سوي تخيطه عقب ما تخيطه وتسويه احشيه قدامكم ناخذه ونقليه هني هني ايش حاطين عندنا عندنا ماي حار بنحط فيه مطيبات حق العيش اللي هما كهمة عودين دارسين ورقتين غار حبة ستار حبيبة مسمار حبيبة هيل وسلامة عمركم ولازم لازم نملح العيش بعد ونحط فيه شوية دهنة على اللي تلصق ولو ان لحمتنا دسمه بسم الله بس خليه يقلب قلبه ونزل فيه العيش ها قضبتي وياها مثل ما علمتك مساء عافيه سوي ابريشن زين خوش في طول ما هم يخيطون انا خلني اسوي لكم شوربه العيش شوربه العيش هي شوربه بسيطه قبل يعطونها المريض التعبان امي الله يرحمها ويغفر لها كانت تسويها لي اول ما رد من العروس بالليل من الحفلات وهذا تعبان فما تبيني اكل شيء ثقيل اسوي لها الشوربه ما فيها شيء طماطه وبصله وشويه تهينه وياها وحمسه خفيفه بالتالي تنزل عليها العيش المطحون تكون اول شيء مغسل العيش وشارته وبعدين طاحنته والمطحانه ومخليتها ذاهب عندها لين حمست البصله مع الطماطه قطت فوقهم هالحبيبه العيش وساقتهم ماي تحط له فيها لوميه سوداء عشان تطعم فيها بس وسلامه عمركم سهله وحق رمضان هم بعد زينه تم هالجو لين الحين ان شاء الله في بروده حلو تصير ناطعه ولذيذه لحمتنا ذهبناها كاهية حشيناها ومبهره خالصه وملحه وهني عندنا الماي الحار يطبخ مع البهارات ضفنا له شويه زيت بس يغلي مره واحده وبننزل فيه العيش ذهبي العيش كنتي عن العيش الماي عشان يستوي العيش في طول ما يستوي العيش ينبغ نبغه واحده على طول بنشيله ونحط للحمى نصف لها البصل في قاعتها يلا بعدها هذه حاميه لا بعدها هي حاميه خلي بسين هذا الحين دقيقه واحده ونزلي عليه ذي وهذا خلنا نسوي انا الشوربه هالصوب ها لا لا زين زين يلا كنت العيش بسم الله الرحمن الرحيم هذه ثلاث كيلات يبا عيش وملحنا الماي كنا عندي بيسوونا حق البرياني نفس الطريقة وين القفشة حركي شوي يستوي نص سوى مو كامل لأن برد يتسكر مع الحمى حمانية أيوة بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحمتنا اللهم صلي على محمد اللي هالتحمر هني عقب نحطها في قاعة العيش في طول ما يستوي العيش ينبق والحمى نقلبها والتحمر تنصف في قاعة الجدر هالبصيلات والطميطات بالقاعة وننزل عليهم العيش والحمى ونخليه ما يقل عن 3 ساعات على نار هادية كلش هذه الطبخة يسوونها قبل ويروحون يسوونها ناس يسمونها مصلين يسوونها بقعة الجدر بس هالطريقة محشية فيها الخواصر بس يدتي الله يرحمها هي اللي سولفت عنها ولا الباجي كانوا يحطون شات ويحطون قطيعات اللحم يحطون الدياية والحشو كانوا يبثرونه بينه بس محشة كذي بهالطريقة لا
ان شاء الله اليوم بسوي لكم بتشوفونها على اصولها. خلي بس الحين على ما يرتفع العيش وحمسنا الجدر هناك حق الشوربه ونوريكم الطبخه كامله كلها. شوفوا يبا شخلنا العيش لهذه البصله تحمي حمتنا لان مخليها على نار هاديه. بصله وحطينا شويه دهينه تحتها سمنه ندر عليها حبيبه ملح كذي عدل حبيبه كركم. انا ما اعرف والله بالكفاش بس شو اسوي الحين مضطر لازم اذرذروا كم شريحه طماطه نقطع فيه ايه ايوه نحط عليه حبيبه ملح مره ثانيه هني على الطماطه وتالي هذه لحمتنا خذينا للحمه وحشيناها خيطناها من الصوبين وحشيناها وتالي قليناها عدل والحين بنردها كذي نحطها لانها محمره وخالصه الحين يبقى اعطيني العيش على طول فوق بسم الله بس اذا كافي شيء وبنخليها على هالحاله ما اقل من 3 ساعات على نار هاديه كلش ونكمر الغطاء عليها ما يبي ماي ها ماي اي ليش بعد العيش في حياه اي اعطيني شوي لا غرفي بمغرفه تعالج كم مغرفه تحت بنتك كايز ايوه غرفي لي مغرفه شويه اذا شفت الحبه عاصيه وايد بخوا بشويه ماي مو وايد عشان لا يرقق عليكم تبون الحبه هالطول تستوي يلا هذا ماي العيش نفسه وين الزعفران؟ اعطيني الزعفران اللي مساعد بالصحن عندك ايوه هذا الزعفران اعطيني ذره هيل فوقه عجيب عجيب ايوه هذا الهيل في تجيبه حطيني شوي انا ما اعرف الا بديني فحطي حط بس كافي كافي وهذا دواء وعلى الله شفا الحين بنسوي الشوربه الشوربه امرها سهل اول ما بننزل يبقى حق الشوربه البصله نحمرها شويه حبيبه بصله ها بس عشان الطعم نعطيها حبيبه كركم شويه بزار مخلوط هذا بزار امي ايوه واعطيني اللومي الاسود مره واحده حطي لازم تصير حامضه اي عدل ثنتين بروحهم شويه معجون طماط ما تاخذ وقت هذه كلش بسرعه تستوي الشغل بس مجرد تنضح حبه العيش خاصه اذا سويتوها على السمنه عجيب يصير طعمها شوربة عيش والعيش متوفر عندنا هو اللي ما كولنا يعني احنا وغيرنا بلاي العيش ما نعرف وهذه طماطة مطحونة اذا ما هست مطحونة الطماطة العادية هاتشي شوف شخذت وياي ماكو ثواني الحين انزل العيش وافره فيها فرتين واصب عليها الماء الحار واخليها تطابخ على راحتها لين تربط مره واحده تشوفون دهنتها تظهر واللي يحب بعد يزيد الحموضه يقط وياها لومتين سود فوقها لومي سحارق لومي بصره على حسب ما تسمونه يعني بروحها كذي خنينه بس لازم نحمسها شويه عشان تروح طعم المعجون مع الطماطم ينحمس ايوه اعطيني شويه هذه الدهن في دهن لي حافظ ليش يعني اكيد ها وين ما اعطيتيني شيء انت قلت لا يموت قطيهم لي قضيتيهم يلا دفشه ما تبي وايد هاتي واحدة لأن العيش في بركة ينتشر كله
ليش هالحركة؟ عشان لا يتعقد علينا. يلا أعطيني ماي الحركة. يلا صب. يطبخ الماي حار ولا بارد؟ لا بس اوكي. اعطي البسكر كبيرة. البسكر ايوه. بعد يا ريما ايوه. والملح عاد حطوا على كيفكم، واذا تبون غير الماي العادي عندكم ماي الدياي المفيوح، ماي اللحم، الحين بقصر عليها تستوي على راحتها. الحين بقصر عليها بحطها على الشوله الصغيره عشان اسوي لكم الطبخه الثانيه. هذا يبقى العيش اللي يسمونه عيش العنبر، يجينا من العراق قبل وللحين هو العيش الممتاز اللي عندهم، ريحته خنينه غير ريحه العيش العادي، بس يجينا وايد فيه دويبة، في دنان اللي هي الحبات السوداء، فهذه الحبات شو نسوي؟ ننسفها. هذه عاد صحنا صغير والعيش وايد، ونسوي نقول فيه كذي، شوف الحبات اللي تطلع لازم نلقطها ونشيلهم. هذه من نظفتها خالتي زاه الله خيرها، من خالتي السومة عسى عمرها طويل. يوم يابوه شوف الحبة الحمراء نشيلها عنه، عقبتين ناخذ لنا هني كفين عيش منقعينهم من البارحة وبالمطحانة. ما يحتاج بعد دقاق ودي على طول. هذه لين يذوب يصير طحين مرة واحدة نعيم. الحليب عندنا حار نفرقه على الحليب ونزيد له ماي الورد والشكر، وإذا احتاج قفشة نشا، لأنه هو فيه نشا وايد، ما أعتقد أنه بيحتاج. ايوه سلامة عمركم وتعيشون. سخن الحليب يا بابا على الحليب على طول. ها قبل لا يطيش ليش متحركونه تخلون القشوته تطلع فوقه؟ بسم الله الله اكبر لا اله الا الله. هذا هذا قال حليب واظن شيله عيش منقعين له بس. فنخليه الحين عاد هو المتعب شنو؟ ان هذه مو مثل المحلبيه العاديه لازم تنضى حبه العيش، فياخذ لها تقريبا 10 دقائق ربع ساعه وانت تحركها لين تشوفها سكت، تحس الحبه استوت تعطيها هذا الفستق حق التزيين. عندنا خالتي الله يسلمها زيدها شويه كريمه اللي هو الجيمر، وطبعا ماي ورد، ماي ورد نحطه اخر شيء. ودينكم فيها عشان لا يتعقد. دينكم فيه ما تصحون عنه. دينكم فيه لين تشوفونه يربط مره واحده. الحين عاد ناخذ شويه استراحه ونرد لكم مره ثانيه لين يربط، ونصب محلبيتنا ونحط شوربتنا اللي سويناها كهي تقطقش حلوها، وننشب عيشنا مع اللحم اللي احنا مجهزين واحد ثاني قبله، لان هذا بياخذ 3 ساعات. يلا يبا اخذت لها تقريبا شو سكت، ما زدناها نشه، هي سكت كذي. بزيد الحين ماي الورد، هذا ماي ورد عدل، وبزيد حبيبه هيل وكذي. سلامه عمركم، هذه جاهزه وشربه العيش جاهزه. ترى العيش ياخذ يا جماعه 20 دقيقه بالكثير مو اكثر، بس احنا دينا فيها عشان ما نبي يتحكك. يا سلام مع ماي الورد، ونزيد لها الكريمه هذه الجيمر عشان يعطيها بعد دسامة زيت. يلا اعطيني بس مغرفة خلنا نصفها هني. لا اله الا الله، هذه محلبيتنا ذاهبة، يعني اخت الرز بلبن، بس هذه محلبية عيش وهي نفس الشيء، هم رز بلبن.
صلي على محمد. يربوها حتى اللي ما عنده عيش عنبر، بس مع العيش العنبر أخن ريحته. يبي لك كماري، عاد خذوا صبوا انتوا الباجي هناك. شارب. شيلي انا زين هذولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. سهامكم العافية، خلوها تبرد قبل يحطونها على راس على راس الفرشة عشان تبرد. هذا العيش يبا هذا على ما يستوي يبي له 3 ساعات، وهذا مستوي زاهر. هذا حتى ما رشينا ويها بالزعفران، ما خليه كذي بس يرتحل. اعطونا الحين صينيه عشان ننشله فيها. لا ما تعال شيل الجدر حطي على يدي يا بنيه، شيل الجدر حطي على يديني، شيل الجدر حطي فوق ديني، واخر دينك واخر دين شيل البيوز. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي على محمد وعلى آل محمد. شوفوا لحمتنا كاهية بالنص محشية ومستوية. وأحمد الثاني من أول سيزن سوي، الله يخليك اللي تقول عنهم مقماشة سوي، هذه سوينا اللي تقول عنكم مقماشة. الحين تبون نفتحها تشوفون أوريكم الحشو من داخل، هذا الظهر ومن تحت هني صاير الحشو فيه متروس كله. أشوف سكين. شوفوا اللحمة شو مستوية يبا، ها شوفوا شو مستوية، شوفوا الحشو قد داخلها. هذا الخيط طبعا نسله، هذا الخيط ينشال. وردها نبة ثانية. سهمكم العافية والصحة إن شاء الله والخير الكثير. ونقول لكم أمناكم الله، نشوفكم باكر مع طبخات قديمة حديثة. عدل شيء نسوه وشيء بردكم نذكركم فيه وشيء جديد ما قد شفتوه. هاي شوربة العدس، شوربة العيش، وهذا الخاصرة المحشية في قاعة الجدر، وهذه محلبية العيش اللي على العيش العنبر. ها نسيت شيء واحد بوريكم إياه، أم قماشة الله يرحمها ويغفر لها، هذه سلطتها لومي وبصل. تحط اللومي والبصل تعبطي يميع. شوف هذا البصل وهذا اللومي فوق. اعطني قفشه بسرعه. بنتي بعد واحد. وهذه سلطتها. ما تحط لها الا حبيبه ملح وياها. وسلامتكم وتعيشون. الحين اقول لكم مع السلامه. اشوفكم ان شاء الله باكر على خير، ونشوفكم مع أحسن التمنيات بأحسن لقمة تأكلونها وأطيب لقمة تسوونها بدينكم. الله لا يحرمكم إن شاء الله من العفو والعافية والصحة والخير الوفير. أمناكم الله.